سهرة غنائية من زمن الفن الجميل مع صوت الطرب الأصيل المطربة شيماء ناجي في التاسعة مع هدير أبو زيد. سهرة فنية مميزة وخاصة جدا في عيد الأضحى المبارك. بتونس بيه وانت معايا. تحكي كواليس رحلتها من الأوبرا إلى برامج اكتشاف المواهب. دار الأوبرا بصراحة ليها دور كبير قوي. يا أغلى من أياني. وكيف جعلت صوتها امتداداً لتراث عمالقة الغناء. احنا بنحاول نحيي هذا التراث وثقافتنا الحضارية اللي احنا تربينا عليها. أيوة عايزك ليا وحدي. وتفاصيل خاصة ترويها لأول مرة عن أحلامها في مشوار النجومية. جمع كل مشاعر الحب في غنوة. صوتك ليه بصمة مختلفة. التاسعة مع هدير أبو زيد الليلة على قناة مصر الأولى في العيد.